قولي لي، شايفة ازاي استعداد العاصمة الإدارية الجديدة أستاذة فريدة لاستقبال يعني الهيئات الحكومية والموظفين؟ شايفة الاستعدادات ازاي؟ لا، أنا شايفة الاستعدادات رائعة، وشايفة إنه الرئيس مهتم جدا جدا جدا، ورئيس الحكومة مهتم وبيروح. أنت عارفة لما بيبقى الناس بتحس إن المسؤول يعني معني ومهتم وكده، هو نفس الاهتمام ده بيديها دفعة يعني. صح. فالفكرة إنه العاصمة الإدارية بيتضح في كل يوم انه كان اللي خطط لهذا كان يعني فعلا خطط التخطيط الصح. لان القاهره، انا مثلا جايه النهارده من جاردن سيتي لغايه هنا، لو اقول لك ساعتين مش هتصدقي. مش معقول يعني القاهره بقت مش مكتظه. جاي من جاردن سيتي، كنت في الكنيسه الانجيليه طبعا، كل سنه وكل يعني المصريين بالزبط. بالف خير. فكل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه اعياد الميلاد المجيده ان شاء الله. وحياتك كنت قلت لي قبل ما ندخل انك كنت في الكنيسه الانجيليه. ايوه كنت في الكنيسه الانجيليه عشان الحفله يعني، عشان الاحتفال طبعا، الاحتفال بتاع كل سنه. فكنت لازم اروح لانه اكيد انا مدعوه ولازم اروح يعني. مش قادره اقول لك مشقه المرواح والمجي يعني. انا النهارده قعدت 3 ساعات في الطريق، 3 ساعات، ده غير ان انا لما جيت هنا بقى. فكل ده يعني العاصمه الاداريه هتشيل كل ده. هتشيل. شايفه الطرق هتبقى احسن أوي. الزحمه قوي يعني. في ناس بتقول لا، ما هم الناس هتقعد هنا. لا، في كمان مدينه بدر افتكر اللي جنبها يعني، علشان الموظفين او الموظفين اللي ما هواش مش وزير مثلا او مدير او بتاع، الموظفين المتوسط الحال يعني هيبقى لهم مساكن كمان هناك. دي حاجه رائعه يعني، ده تخطيط. انت عارفه احنا كنا كله عندنا عشوائي، دلوقتي كله مخطط. حتى الفن، شوفي يعني، يعني انا اللمسه بتاعت عدم تجاهل او عدم الاهتمام بالجانب الفن والثقافه ده، مش قادره اقول لك كان مأثر فيا قد ايه، وقد ايه دلوقتي حاسه بتفاؤل اكتر، وحاسه ان مصر ما تبقاش مصر من غير قوتها الناعمة، من غير الثقافة والفن. هنروح للثقافة والفنون طبعا، دي جزئية فعلا مهمة ولافتة، انه في اهتمام من ان يكون في كل مستلزمات مدينة الفنون بالزبط. والثقافة داخل العاصمة. بس الاول كمان الوقت شايفة ازاي؟ يعني انجاز العاصمة الادارية في هذا الوقت القصير، شايفة انه كان وقت قياسي، شايفة انه اخذت وقت، شايفة ايه في جزئية الوقت كمان؟ اضحكك، قوليلي. انا في حد بيبني فيلا جنبي، تصدقي انه بداها قبل العاصمه الاداريه ولسه ما كملهاش؟ ها، والله العظيم. لا ده من ده كتير. يعني العاصمه الاداريه دي اتنفذت في وقت قياسي، واتنفذت باحسن مواصفات ممكنه، واتنفذت كما حلم بيها اللي فكروا فيها، وكما يحلم بيها اللي هينتقلوا اليها ان شاء الله. يعني كل حاجه فيها متوفره، كل حاجه يعني، كل حاجه يعني. اللي هيروح العاصمه الاداريه الجديده دي مش هيحتاج يبقى براها. طب حي المال والاعمال هيكون فيه كمان اكبر برج في افريقيا، ده طبعا بالتاكيد مؤشر، يعني مؤشر على قدره العمال والمهندسين المصريين انه احنا مش اقل من اي دوله ونستطيع ان ننافس. قولي لي، بتتابعي ما يحدث في حي المال والاعمال؟ ده كان طبعا من ضمن جوله السيد رئيس الوزراء امبارح. طبعا طبعا، ورايي ان ده بيدي فرصه للمستثمرين كمان انه في مكان معين يعني. الاول انت معلش كان في تناثر للمصالح وللحكومات وللشركات والبتاع، لدرجه والمكاتب او الاجهزه اللي هي ممكن الواحد يدي فيها بيانات الاستثمار او ياخد منها، لما يبقى في تركيز على فكره بيبقى حاجه جميله جدا يعني. بتبقى كمان يعني الوقت اي واحد مستثمر بيروح على المكان، سوق حي الاعمال ورجال الاعمال وكده، والمال والاعمال، وبيقدر يعمل اللي هو عايزه، واللي بيفيدنا احنا في الاخر يعني. انت لما بتدوخي راس مالي تقولي روح عند مش عارفه مين يمضي لك، روح عند مين بتاع، لا، لما بيبقى في مكان هروح حته تانيه اسهل، او دوله تانيه اسهل في التعامل. لا، في شوفي كل حاجه دلوقتي بتحس ان فيها تخطيط سليم مدروس وذكي كمان. طيب نروح للفنون والثقافة، لأنه امبارح برضو رئيس الوزراء تفقد مدينة الفنون والثقافة. أهمية أن يبقى عندنا مدينة فنون وثقافة في العاصمة الجديدة إيه يا أستاذة فريدة؟ يعني ليه بتقولي لي أنك أنت سعيدة بده؟ أنا بقول لك أنا سعيدة ليه؟ لأنه دلوقتي ما فيش حاجة بتتعمل من غير ما يبقى في جانب للفنون والثقافة المصرية. هو ده خلاصنا، هو ده أملنا، هو ده اللي هيرجع مصر تاني
من يعني الاساس على فكره. املنا في ايه وخلصنا من ايه؟ نعم، املنا في ايه وخلصنا من ايه؟ املنا في انه احنا نبقى مصر تاني، مصر ذات الاشعاع الاقليمي والعالمي. انا بقول لك انا كنت بقف في طوابير في باريس لما كانت بتتعرض افلام صلاح ابو سيف ويوسف شاهين، مش كلام يعني، يعني في يعني الناس كلها كانت بتيجي تتفرج. لما انت تبقي مصر وتوري انت عايشه ازاي، وتوري انت يعني افكارك ايه ومواهبك ايه وكل ده، ده حاجه جميله جدا. ازاي ده اكبر امل ده. انما اتطفى الامل ده في الفتره اللي بقى الفن حرام والمزيكا حرام وكل حاجه في الدنيا حرام، حرموا علينا عيشتنا. لا كده عايزين نرجع نعيش تاني.